حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقيم هكذا مؤتمرات بنسخها الثانية والثالثة لإيجاد حلول ناجعة لمشاكل المجتمع، وتعد هذا المشكلة مشكلة اضطراب الطيف التوحدي أحد المشكلات المتواجدة في المجتمع والتي كادت تنتشر بشكل سريع. عقد هذا المؤتمر بنسخته الثانية لإيجاد حلول لهذا الاضطراب، اضطراب الطيف التوحدي، خدمة للمجتمع. حرصت وزارة التعليم العالي أن تكون هناك الجامعات الخادمة للمجتمع والجامعات التي تشكل حلول للمشاكل المجتمعية، وأحدى هذه الصور المتمثلة في عقد هذا المؤتمر اليوم. تتشرف الجامعة التقنية الوسطى، المعهد الطبي التقني بغداد، في إقامة المؤتمر الدولي التخصص الثاني لاضطراب التوحد، والذي يعتبر من الاضطرابات الحديثة العدد الموجودة في مجتمعنا، واللي بدت هسه حاليا تكثر الإصابات بها من قبل الأطفال. ودأبت الجامعة والمعهد الطبي على أنه تخوض في مثل هيك أمور وهيك مواضيع متخصصة، وذلك من أجل تمييز بين هذا النوع من أنواع الاضطرابات مع الاضطرابات الطفولة المبكرة الأخرى كقلة التركيز وفرط الحركة واضطرابات الذهنية. فدأبت الجامعة التقنية الوسطى معهد الطب التقني على أنه نخوض في ونحث الباحثين. أساتذتنا يواصلون الليل والنهار لإيجاد هذه الحلول، والحمد لله هنا على قصص نجاح موجودة وكثيرة في هذا الموضوع. هي شريحة المعية متوحدة في اتجاه معين، فشاهدنا هؤلاء الأطفال هنا وهو ضرير لكنه يعزف السلام الجمهوري ويتفاعل مع هذه الآلة الموسيقية بجدية وبمهارة، ولذلك هذه الشريحة لابد الاستفادة منها إن شاء الله تتحول إلى الحياة الطبيعية، وإن لم تتحول فنستفاد منها في اتجاهات أخرى.